يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا يعملون في السنة أو يعملون يوما في السنة أكلا ويقولون هو لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الفعل وهل أنكر عليهم؟ نعم، هذا منكر وبدعة. فاطمة بنت الرسول تحتاج إلى طعام في هذا اليوم؟ هذا لبطونهم، ما هو بالفاطمة. فاطمة بريئة منه. نعم.